نحن هنا داخل أحد أكبر مجمعات الصناعة التقليدية في المغرب المتخصصة في الخزفيات الطينية. هنا يستمر إنتاج الطاجين المغربي كأبرز تحفة خزفية يتم استعمالها في المطبخ للطهي، وتلقب بسفيرة الخزفيات المغربية. عجلة الإبداع والتجديد لا تتوقف عن الدوران طيلة ساعات النهار رغم المشاكل التي بدأت تحاصر المجمع قبل أكثر من 5 سنوات. كاين أزمة في التصوير، كاين أزمة في حتى الحضور ديال 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 الزبائن اللي يقدروا يساعدوك على في الشراء وفي الاقتناء ديال المستلزمات الفخارية، كاين شويه ضعيف مع ان صناعه مقبوله وصناعه مزيانه ومتطوره. الصناع التقليديون المغاربة يقولون إنهم الأفضل ويقاومون كل الضغوط الاقتصادية تجنب الإغلاق الورشات وللعطالة. فالطاجين المغربي بحسب الصناع يحمل اليوم اعترافا من كبريات المختبرات الدولية بجودته، نافين تقديم أي خزفيات مضرة بالصحة العامة. الفخار ديالنا ديما مبهج وزوين وفين ما حطيتيه كيتباع. راه ما عمرنا مشينا شي بلاصه مشينا ليها وما عمرنا ردينا شي حاجه، كلشي كنبيعوه لا هنا في داخل البلاد ولا خارج في البلاد. ديوها مرها ما تموت، الحمد لله غادي تبقى حتى ليارث الله الارض ومن عليها. يخلو المجمع من الزوار في يوم مشمس من الربيع، ويفتح الصناع التقليديون محلاتهم لتقديم الجديد من منتوجاتهم في مقاومة لرياح الأزمة الخانقة التي تحاصرهم، كما يؤكدون في انتظار زبائن قد يأتون. الصناع التقليديون في مجمع الولجة يقولون إنهم ليسوا مجرد حرفيين، ولكنهم فنانين ومبدعين لهم القدرة على تحويل الطين إلى تحف تسر الناظرين. عادل الزبيري، العربية، مدينة سلا، قرب الرباط.